فيديو جديد لكل اللي بيتابعوني، وزي ما طلبتوا لاندسكيب من الاويل باستل، يا رب يعجبكم، يا رب يكون سهل بالنسبه لكم. امشوا معايا خطوه بخطوه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مش هتكلم كتير قوي في الفيديو ده، هسيبكم تتفرجوا. انا هنا بس بحط لزقه حوالين الورقه عشان يبقى الشكل في النهايه شكله نضيف، لزق خاص بالورق عشان ما يسيبش اثر في الورقه او يقطع الورقه وانا بشيله. اللي ما شافش درس ازاي نستخدم الاويل باستل وازاي نسيحه وازاي نعمل درجات منه يرجع يشوفه الاول قبل ما يشتغل الفيديو ده. هنا استخدم اويل باستل فابريكاسل، هكتب لكم خلال الفيديو الدرجات اللي انا استخدمتها للناس اللي حابه او عندها نفس النوع هتقدر تستخدمها. الناس اللي ما عندهاش نفس النوع تقدر تستخدم درجات المشابهه اللي انا بشتغل بيه. يا رب تستمتعوا بيه، وارجع لكم اخر الفيديو لما نخلص.
وبكده نكون خلصنا اللاندسكيب او المنظر الطبيعي بتاعنا. يا رب يكون عجبكم وسهل بالنسبة لكم، واتمنى ان انتوا تعملوه او تطبقوه، تبعتوا لي توروني. الجروب الفيسبوك الناس اللي متعرفوش موجود في القناة من فوق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تطلبوا اي طلبات تانية اعملها لكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، وسيبولي كومنت من كومنتاتكم اللي دايما زي ما انتوا عارفين دايما بتسعدني.